ازيكم يا حبايبي؟ النهارده هنعمل وصفه بسيطه وسهله جدا. هنعمل الخضار السوتيه بطريقه بسيطه. يلا نبتدي الطريقه. عندي حله على النار وفيها معلقه زبده. اول ما تسيح هضيف عليها البصل، معايا بصلايه مطحونه كبيره وفيها معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح ومعلقه ثوم. هنضيف كل دوت على الزبده كده. البصل قلبته لمده 5 دقائق وهضيف عليه الخضار المشكل وهضيف عليه كوبايتين شوربه وادخل الخليط ده كله الفرن وهنرجع نشوف النتيجه ايه. وده كده الشكل النهائي لطاجن السوتيه بعد ما خرج من الفرن. اتمنى تعجبكم الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.